طبيعي يجي على الست وقت من الأوقات ما تقدرش تتحرك فيه من كتر التعب، وأنا كان في كل فترة بيحصل لي تعب شديد قوي بيخليني قاعدة بالأسبوعين تلاتة على السرير من غير ما أقدر أتحرك، لحد ما قررت إن أنا أجيب شغالة للبيت. ممكن تكون دي أسوأ فكرة أنا فكرت فيها في حياتي، وتنفيذها كان أسوأ منها، بس جدتي وكله كان عندهم شغالات، وده اللي خلاها مش حاجة جديدة عليا وخلاني أفكر فيها، مع إني كنت رافضة الفكرة دي تماما بعد اللي حصل في الشغالة اللي بابا حكالي عنها هو وجده، اللي قاموا في يوم لقوها مقتولة على باب البيت، ولحد الآن محدش كان يعرف هي مين ولا ماتت إزاي ولا كانت منين حتى. كل اللي كانت بتعمله هي إنها بتيجي من بلد حتى مش فاكرة اسمها، كانت تيجي من الساعة 5 الصبح وتمشي الساعة 12 بالليل، كانت خلوقة ومحترمة وكانت مثال للإنسان المحترم، مع إن جدتي كانت من النوع اللي بيخاف إنه يدخل أي ست بيتنا نظرا لإنها كانت بتغير، ما كانتش بتحب فكرة دخول أي بنت البيت حتى لو كانت صاحبتها أو أختها، تفهيانه ما كانتش بتدخل حتى أختها عشان كانت بتغير على جوزها. غريبة جدتي كانت تقريبا الشغالة دي عندها 18-19 سنة، وجدي وجدتي ما بين 40 و50 كانوا كبار، وبرضه لقوها مقتولة قدام بيت جدي. الطب الشرعي أثبت إن هي اتقتلت قبل دخولها البيت تقريبا بربع ساعة، ده اللي أنا سمعته من أبويا. بعد موت الشغالة دي بثلاث شهور جدتي ماتت بسكتة قلبية، الكل قال إن هي ماتت بسبب زعلها على الشغالة لأنها يعتبر هي اللي مربياها، وفي نفس الوقت هي الوحيدة اللي كانت بتدخل لها بيتها، هي الوحيدة اللي كانت جدي بتأمنها على البيت والولاد وجوزها وكل حاجة. ما كانتش متوقعة أبدا إن هي في يوم ممكن تيجي وتموت الموتة دي، لو ما عرفوش لحد دلوقتي كمان مين القاتل. كان الموضوع مخيف بالنسبة لينا، فكل مرة كنا بنسمع فيه الحكاية دي كان جسمنا يقشعر في كل مرة بنسمعها فيها، وكأننا بنسمعها للمرة الأولى. كنا بنقعد ندي حلول لأبويا ونقول يمكن اللي قتلها كذا، يمكن ماتت بسبب كذا، يمكن هجم عليها حيوان كذا. كنا بنحاول نبرر لنفسنا سبب موتها قبل ما نبرر لأبونا، كانت فكرة مرعبة، وما كناش بنحب دايما إن هي تبقى مفتوحة بالطريقة دي، كنا عايزين نهاية، نهاية لقتلها، إن اللي قتلها هيكون متعاقب. كل مرة أبويا بيحكي الحكاية دي كنت ببقى مستنية إنه يقول إن هم لاقوا القاتل وإنه أخد جزاته، لكن للأسف ما كنتش بسمع الجملة دي، لدرجة إن أنا من كتر ما كنت حابة أسمعها كنت بألف النهاية وأكملها من دماغي. الموضوع كان متعب بالنسبة ليا جدا، أمي خافت تعمل الموضوع ده لأنها كان بيجي عليها وقت وبتتعب كتير قوي، بس كانت خايفة إنها تجيب شغالة وفي الآخر تموت، كانت هتحس بالذنب لأن كل مرة أبويا كان بيحكي الحكاية دي، وبالرغم من إن هي ملهاش ذنب لأنها كانت بتتعب قوي في كل مرة يتحكي فيها الحكاية. مش عارفة ليه الإحساس ده دايما كان بلازمها، بس أمي يمكن من النوع الحساس اللي بيتأثر بأقل حاجة وبتفضل فاكراها مدى الحياة وتعمل حسابها بعدين، بالرغم من تعبها اللي كان بيلازمها طول الوقت وتعب ظهرها اللي كان بيخليها قاعدة بالأيام ما بتتحركش. إلى إن أنا كنت خايفة أتدخل شغالة البيت لا يحصل فيها نفس اللي حصل لسعاد شغالة جدي وجدتي، أنا كنت بفكر نفس تفكيرها، بس غصب عني كنت مضطرة إن أنا أجيب شغالة للبيت لأن أنا تعبي كان بيبقى تعب فعلا وبيهدني، ما كانش عندي أخت كبيرة تيجي تساعدني مثلا، وأمي كبيرة في السن
وعمري ما هجيبها، على الأقل أنا كنت بساعد أمي شوية لما كانت بتبقى تعبانة، إنما أنا ما عنديش بنت تساعدني. فاضطريت إن أنا أفكر في موضوع الشغالة ده. كلمت مصطفى جوزي في الموضوع ده وقلت له أنت لازم تجيب شغالة للبيت، لأن الوضع اللي أنا فيه ده مش هقدر استحمله أكتر من كده. البيت بيقعد بالأسابيع من غير تنظيف، ودي حاجة مجنناني. إزاي أقوم من مكان ألاقي تراب محاوطني؟ إزاي أستحمل حاجة زي دي؟ أنا بقول نجيب شغالة أحسن وتيجي زي ما تيجي. مصطفى رحب بالفكرة جدا، بس لما اتكلمت فيها قدام بابا، بابا مرضاش نهائي، مرضاش نهائي خليني أعمل حاجة زي دي. ما كنتش فاهمة ليه كل ما يجي يتكلم في موضوع الشغالة ده كان بيتوتر قوي، بالذات لو أنا اللي طلبت. مش عارفة كان خايف من إيه، بس أنا كنت متأكدة إنه هو أكيد خايف ما يحصل نفس اللي حصل مع سعاد. بس في الوقت ده كان بيقعد يقول لي ما تدخليش ست البيت، اعملي زي ما جدتك كانت بتعمل، ما تدخليش ست حتى لو شغالة، ولو قصدي أي حاجة قوليلي وأنا هاجي بنفسي أعملها لك. كنت مفكراه بيهزر، لكني اتفاجأت إنه بيتكلم جد. كانت معالم وشه كلها قوة وجدية، كان بيتكلم وكأنه عنده لسه 20 سنة. لو قصت أي حاجة قولها له وهو يجيبها لي. قلت له ياه للدرجة دي خايف؟ هو في إيه يا بابا؟ لقيته بيشدد عليا في جملة، بتدخلي ست البيت ولا حتى صاحبتك؟ ما كنتش عارفة أعمل إيه، نفخت بضيق ونفس صبر، وأنا في دماغي هنفذ اللي أنا بقول عليه. هنفذ يعني هنفذ، أصل في آخر مرة شفت البيت فيها الفوضى ما استحملتش. اتكلمت بهدوء وقلت له بابا أنا واثقة في مصطفى، أنا واثقة فيه، أنا متأكدة يا بابا إن مصطفى مش هيقدر يبص البنت غيري. وما تخافش يا بابا، لو على مصطفى الفترة اللي هتيجي فيها البنت البيت مش هيكون موجود فيه، والعكس الوقت اللي هيكون مصطفى موجود فيه مش هخلي الشغالة تبقى موجودة في البيت. هز راسه بضيق بعد ما اتأكد ان اللي في راسي هعمله يعني هعمله، وقال لي بعد شوية من صمت اعملي اللي تعمليه يا بنتي، والله العظيم ان انا نصحتك وقلت اللي عندي وانتي ودماغك بقى، وبعدين انتي مش كبيرة ومش صغيرة عشان اقولك اعملي ايه وما تعمليش ايه. انت لو عارفة الصح من الغلط. اتكلمت بصوت عالي نسبيا وقلت له وايه الغلط في ان انا اجيب شغالة البيت يا بابا؟ يا بابا انا بتعب ومحدش بيجي ولا بيعمل لي اي حاجة. طب قول لي انت الحل وانا هبقى معاك واسمعك، وما تقوليش لو قصدي حاجة قوليني، ما ينفعش يبقى في حاجة زي دي، ما تعقلش، والحاجة منطقية تتفهم وتتعقل. نفخ بنفس صبر للمرة التانية وهو بيهز راسه بإجابة كأنه بيقول اعملي اللي تعمليه. مشيت في الوقت ده وأنا بكلم مصطفى عن بابا وعن كل اللي قالهولي. كنت بلاحظ على مصطفى نظرات غريبة مش عارفة ايه النظرات دي ولا كنت بعرف افسرها نهائي، بس كنت بحس احيانا انه في سنة كره الاهل، او مش عارفة، مش فاهمة، مش عارفة هو بيعمل كده ليه بصراحة. في الوقت ده كنت متضايقة قوي من تفكيرهم، كنت فاكرة ان مصطفى زي بابا بالظبط، متضايق من كوني هجيب شغالة مع انه في البداية رحب بالفكرة. لما رحت كلمت جدي عن الموضوع ده ما لقيتش منه اي رد نهائي، وكأنه عاجز عن الكلام. اتوترت قوي من سكوته، ما كنتش عارفة خوف التلاتة ده من ايه، ولا سكوت التلاتة ده من ايه برضو، ولا ضيقهم من ايه كمان. كنت قاعدة في الوقت ده مع جدي لما حكيت له الموضوع ولقيته ساكت وما تكلمش ولا كلمة. اتكلمت انا بخوفه وقلت له هو خوفك وضيقك ده مرتبط بسعاد الشغالة اللي كانت موجودة
بص وهو بيبرق لي وبعدين قال مفيش حاجة لي علاقة بصعاد، احنا بس خايفين وزعلانين على الحالة اللي انت وصلت ليها، مش عايزينك تتعودي على شغلات والجو ده، وبعدين عشان لو اتعودتي مش هتعملي اي حاجة، هتكوني عايزة تتخدمي وتبقي قاعدة طول اليوم. اقنعني كلام، اقنعني جدا، وكأن جدي جه حط النقط على الحروف بالظبط. كلامه اقنعني لدرجة ان انا بدأت افكر واسأل نفسي، انا جيب شغالة ليه؟ ما انا عليا اعمل كل ده، بس انا ما افتكرت التعب ده، ده حتى مش بيخلينا اقوم من على السرير. قلت معلش بقى هجيبها ويحصل اللي يحصل، واكيد مش هتعود على ده، كل لما احس ان انا سنيمة همشيها وهكون انا مكانها، مش هعودها واخليها موجودة طول الليل والنهار اكيد يعني. فضلت افكر كتير وارتب الامور في دماغي لحد ما ثبت عند اللي انا هعمله، الا وهو ان انا هجيب الشغالة هنا في الوقت اللي انا هتعب فيه، او اللي تعبي وقتها ما يخلينيش اتحرك من على السرير. اما الاوقات اللي هيكون فيها كويس فمستحيل اخليها موجودة، لان انا هكون كويسة فمش محتاجاها. ده اللي انا فكرت فيه، وده اللي انا قلته لاهلي عشان ما يفكروش كتير ان انا عاجزة على تولي امور بيتي. وده اللي حصل فعلا. بعد ما كلمت مصطفى في الموضوع في بداية تعبي، كان جاب لي واحدة، مش واحدة بس، ده تقريبا جبت تلاتة قبل ما اثبت على الاخيرة دي. كانت اسمها جنة، كانت بنت جميلة، كنت مستغربة ازاي حد بالجمال ده يكون شغال في البيوت. كنت لما اسألها اي سؤال كانت بتهز راسها وبس، ما كانتش بتتكلم، ما كنتش بلاقي رد لأ. واللي يضايق يعني كونها بنت جميلة وكل حاجة وصوتها يكاد يكون مسموع، مش بتتكلم، طول الوقت ساكتة، حتى لو طلبت منها حاجة بترد بعد فترة. مش هنكر انها كانت احسن من التلاتة اللي كانوا قبلها، وسكوتها ده خلاني نوعا ما احبها، تكون ساكتة طول الوقت مش بتتكلم ولا بتتدخل في اي كلام، زي ما الكل بيعمل، بتعمل اللي بيطلب منها من سكات. أول أسبوع كان بيبقى اختبار للشغالات اللي بيجولي علشان بعد كده أشوف هتستمر ولا هتمشي زي اللي كانوا قبلها أول أسبوع. أما عنها فكانت كويسة جدا جدا، كمان أي حاجة كنت بشاور عليها كده كانت بتنفذها، وكانت بتعملها بطريقة كويسة، وده اللي خلاني أقول لنفسي طب ما خليها موجودة طول الوقت. وفعلا خليتها موجودة طول الوقت، واعتمدت عليها اعتماد كلي، كنت بتكلم معاها من وقت للتاني واحكي لها على مشاكلي حتى اللي بيني وبين جوزي، وبالرغم من كونها ساكتة لانها كانت بتقول بعض كلمات بتفيدني كتير جدا، حبيت وجودها قوي وبقيت بعتبرها زي اختي بالظبط. كانت تقريبا سنها نفس سني، أصغر مني بس بكذا سنة. كنت فاكرة إن الأمور هتفضل ماشية كده حلوة، بس كل حاجة كانت بتسوء. كنت بحس بحاجات غريبة أوي، كنت بحسها موجودة في كذا مكان مش في مكان واحد، تكون في المطبخ وأنادي عليها تطلعني من أوضة النوم، والعكس تمام، وأكون في مكان وأنادي واسمع صوت دب وخبط وكوي وكنس في مكان تاني خالص. ما كنتش ببقى فاهمة ده ايه، لدرجة ان انا سألتها مرة واثنين وثلاثة، بس كانت بتقول ان انا بتخيل، بس لا، كنت متخيلة ان انا بشوف حتى مصطفى، كنت بشوفه احيانا في البيت ولاقيه بعد نص ساعة جاي من بره، ولما اسأله كان فين يقول ان هو كان في الشغل، ولما اقول له ان انا شفته كان لسه موجود من دلوقتي وجيه الشغل بدري، وقال ان هو جاي بدري يقول انه لسه جاي من الشغل حالا. فعلا كنت بحس ان في حاجة غلط،
ما كنتش عارفة الحاجة الغلط دي جاية منين، ما كنتش عارفة الحاجة الغلط دي مني ولا منها، ولا من البيت ولا من مصطفى ولا منين بالظبط. بدأت أحكي لأبويا كل الحاجات دي، وأمي كمان وجدي، كلهم أجمعوا على إن العيب ممكن يكون من الشغالة نفسها، بس أنا ما كنتش متأكدة من حاجة زي دي نهائي. قلت إن أنا هراقبها وأشوف إذا كان الحاجات اللي بتحصل لي دي هي السبب فيها ولا لأ، بس لأ، ما كانش في أي حاجة نهائي منها. كانت بتعمل شغلها وبتمشي بجد وبنظافة، كان شكلها يقول أصلا إن هي ملهاش في الأجواء دي ولا أي حاجة، ما كانش يبان على شكلها إن أي حاجة بتحصل لي نهائي وهتكون هي السبب فيها. إزاي مثلا هتعمل لي أعمال؟ كنت بتكلم مع جدي في الموضوع ده، فقال أنا عايز أتأكد، أجيب شيخ خليه يشوف المكان ده ويشوف إذا كان في أعمال ولا لأ. وفعلا اليوم اللي بعد كده جبت الشيخ يشوف إذا كان البيت فيه أعمال ولا لأ، وملقاش أعمال في البيت، ملقاش أي حاجة، وقال إن البيت ما فيهوش حتى أي طاقات سلبية نهائي، ولا فيه أعمال ولا فيه أي حاجة. وده اللي خلانا نتأكد إن ما فيش أي عيب لا فيها ولا في البيت. حاولت أسأله إذا كان دي ممكن تكون هي السبب اللي بيحصل دي ولا لأ، بس هو قال إن البنت كويسة جدا وبتحب المكان جدا، وإن هي بتشتغل فيه كويس وبتشتغل فيه بكل حب. وقتها غضيت نظر عن موضوع البنت وبطلت أفكر فيه نهائي. عدت أيام والوضع كان زي ما هو، بس الواحد كان بيحلم أحلام غريبة وحاجات كتيرة بتحصل. كنت زهقت من البيت خلاص، فاضطريت إن أنا مشيها ليومين تلاتة كده لما أروح أقعد في بيت جدي شوية، على الأقل هو فاضي. بالمناسبة نسيت أقول إن هي دايما بتلبس كمامة، ما بتشنهاش نهائي. ولما أجي أسألها عن الموضوع ده قالت لي إن في جرح في بقها مخلي شكلها بشع، وده اللي مخليها بتلبس كمامات طول الوقت. بس وعدتها ان انا ما جيبش سيرة لأي حد بالموضوع ده خالص، لانها قالت انها مش مستعدة انها تسمع اي كلمة وحشة من اي حد ايا كان. سمعت كلامها واحترمت الموضوع ده جدا، وفضلت انصحها كتير واقول لها انت عارفة ان انت جميلة جدا، وكذلك حاجات كتيرة قوي مش هتيجي على الجرح. بس هي كانت رافضة انها تشيل الكمامة دي. الموضوع كان عادي بالنسبة لي، كان طبيعي بالنسبة لي ان حاجة زي دي تحصل، لان انا كان بيجي عليا وقت وبخبي عيني لما يحصل فيها حاجة، وطبيعي عادي يعني، كان اهلي وناسي وكله يعرف. بالرغم من كده لانها كانت بتشيل قدامي، وده اللي خلانا اقول عليها جميلة، لانها فعلا كانت جميلة. حتى الجرح اللي في بقها ما كانش عميق قوي، كان عادي، ممكن قام خلي شكلها غريب شوية، بس هو ده اللي انا قلته لها مرة واتنين وتلاتة، بس اثرت على لبسها. والمرة التانية احترمته لما كانوا اهلي بيجوا زيارة علشان يشوفوني ويشوفوها، كانوا مستغربين قوي اللي هي عاملاه، بس محدش كان بيتكلم، كل واحد حر، المهم ان انا مبسوطة بوجودها. بس كانوا دايما بيقولوا ان هي الكمامات دي محطوطة عشان تخفي حاجة او انها بتختفي بيها، بس انا كنت مصممة انه لا، لان هي بتشيلها قدامي، بس هي مش حابة تشيلها قدامكم. قلت لهم ان هي طالما بتشيلها قدامي انا يبقى امان، اكيد مش هتعمل اي حاجة وتمشي. كانت نظراتها ليهم نظرات غريبة جدا، نظرات كلها شر وغضب. كنت مستغربة، أول مرة أشوف النظرات دي في عينيها، ما كنتش أتوقع حتى ممكن يكون في قلبها شر أو شر يبان من عينيها، بالذات لأهلي. استنيت لما مشوا كلمتها بهدوء وسألتها ليه النظرات دي،
بس ما كانتش بترد عليا نهائي، ما كنتش بلاقي جواب مقنع بالنسبة ليها. كانت دايما بتقول إن هي بتخاف من البشر، وإن هي بتبقى عارفة الحلو من الوحش، وبتبقى عارفة إن كان النوايا حلوة ولا وحشة. غصب عنها بتحس بالوحدة. الوحش وقتها إن أنا اتعصبت منها قوي، وسألتها إزاي ممكن تقول كده على حد من أهلي، ده أهلي بيحبوها وبيحبوني وبيحترموني. بس وقتها هي قالت أنا مش شرط الوحش يكون وحش على أهله، مش شرط أبدا اللي بيأذي يأذي أهله. الكلام كان عبارة عن ألغاز، وأنا ما كانش بيبقى عندي طاقة إن أنا أسمع ألغاز دي نهائي. بالعكس كل مرة كنت بسمعه فيها كنت بخلق شك وأفكار كبيرة قوي في دماغي، وأنا ما كنتش بتعب قوي من كل تفكيري في كل الحاجات دي، فما كنتش بسأل، كنت أسيبها وأقول لنفسي إنها ممكن مش فاهمة كفاية وبتتصرف بطفولة، بطفولة في بعض الأوقات، فقلت أسيبها على راحتها طالما مش بتأذيني ولا بأذيها. بس كل مرة كان الأذى بيزيد عليا، ما كنتش عارفة السبب نهائي، بس قلت يمكن دي فترة صعبة زي كل الفترات اللي بتربط الجميع. قلت معلش بلاء من ربنا وشوية وهيروح، بس طول قوي. عدت أسابيع وكل يوم كان بيعدي كان بيبقى أسوأ من اللي قبله. حتى بعد ما كنت بمشيها كنت بشوف خيالها في البيت، وغصب عني كنت بنادي وبتيجي بالرغم من كونها مش موجودة. كنت بلاحظ ان انا بنادي عليها كانت بتيجي، كانت بتيجي مع انها في اليوم ده ممكن تبقى واخدة اجازة، كانت بتيجي من البيت تحط قدامي الحاجة اللي انا طلباها، وبعد ما الحاجة اللي انا طلباها تتحط افتكر ان هي مش موجودة اساسا. لدرجة ان اليوم اللي حصل فيه كده واغمى عليا، قمت لقيتني في بيت جدي سند راسي على رجله وقدامي مصطفى وأبويا وأمي بيسألوني إيه اللي حصل. حكيت لهم الموضوع، الكل كان مستغرب أنا بعمل ده كله ليه. لقيت وقتها أبويا قال أنت بقالك 3 أسابيع بتيجي تحكي عن حاجات غريبة أوي، مرة تقولي إن أنت صحيتي من النوم لقيتي مصطفى جنبك، في الوقت ده نفسه مصطفى رن عليكي وكان في الشغل. طب اللي كان جنبك قلتي كذا مرة انك بتبقي موجودة في ايام اجازتها بتنادي عليها وبتجيب لك الحاجة لحد عندك، قلتي ان ممكن تكون الشقة فيها حاجة، جبنا شيخ وشاف الشقة ما لقيناش فيها اي حاجة، انا متوقع ان ممكن يكون العيب فيكي. بصيت لهم وقتها بخوف وعياط، وبصيت لجدي وقلت له اتكلم يا جدي اتكلم. اتكلم جدي بضيق وقال لابويا وامي ومصطفى انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا قصدكم ان سيلة مجنونة؟ اي واحد هيقول كده عليها تاني انا هاتانه دلوقتي، فاهمين ولا لا؟ الكل خاف جدا لما سمع كلمة قتل من جدي، عشان كده انا نفسي في الوقت ده خفت جدا. ولما بصيت له فهمني لما ضحك وقال لي ده تهديد مش اكتر، مالك كده؟ أصل هو عارف إن أنا بخاف من كلمة قتل تحديدا أو موت. في الوقت ده قررت إن أنا أرجع البيت وأي حاجة هتحصل مش هتكلم عليها، وكنت بقول لنفسي إن أي حاجة هتحصل في أي وقت وهتعدي. بس الموضوع كان بيزيد معايا، بيزيد معايا بوجود ناس كتيرة قوي في البيت. كنت بشوف ناس كتيرة قوي، ناس كتيرة قوي بتلف حواليا في البيت كله، مش عارفة مين ده ومين ده ومين ده، لدرجة ان انا كنت بصرخ والجيران كانوا بيشوفوا في حاجة ولا لا. كان بيوصل بيا الحالة ان انا ممكن اقعد اضرب في نفسي من كتر اللي انا بشوفه، واكيد دماغي واخبط راسي في الحيطة كذا مرة من كتر اللي انا بحسه. كانت حاجة متعبة، متعبة للأبد، لحد ما بقيت بشوف جنة قدامي بهيئة مختلفة، هيئة حسيت ان انا شفتها قبل كده. كنت لما بسألها هي عاملة في نفسها ليه كده، ما كنتش بلاقي منها اي رد خالص، كنت بلاقيها ساكتة
ولما غمض عيني وفتح ألاقيها واقفة قدامي وعلى وشها دم وعلى هدومها كمان دم. كنت بقعد أصرخ من الهيئة اللي أنا شايفها قدامي. كنت بحسب إن هي ما ماتتش. إزاي؟ إزاي صهاد؟ بس الموضوع كان مختلف كليا عن اللي أنا بفكر فيه. أنا حاسة إن أنا شفت الهيئة دي قبل كده. كنت بشوف دايما صعاد قدامي. شفت صورة ليها قبل كده في شقة جدي. هي بنفس هيئة جنة اللي موجودة قدامي دلوقتي. ما كنتش عارفة ليه بشوف صعاد شبه جنة. ليه بشوف جنة صعاد؟ مش عارفة ليه. ليه صعاد بتظهر قدامي طريقة قتلها؟ أنا ما كنتش حتى عارفة هي اتقتلت إزاي. ده أنا ما شفتش غير صورتها بس وسط العيلة. لما جدي وقفها غصب عنها تتصور معاه. كان في شبه كبير قوي من صعاد وهي واقفة قدامي. حتى بعد ما كانت بلبس الشغل كنت بلاقي ان هي شبه جنة قوي. اخدت بالي كذا مرة ان هو مش شبه، فقررت ان انا اروح لجدي تاني اشوف الصور اللي موجودة هناك واتأكد اذا كانت صعاد هي نفسها اللي انا بشوفها في البيت ولا لا. مش عايز اقولك قد ايه مشابهة، لان اللي انا كنت متأكدة منه حصل. رحت لجدي وما قلتش انا رايحة له ليه، لا يقول عليا مجنونة. انا لما رحت عنده وطلبت ان انا اشوف الصورة قلت له اني بطلب من ده بالفضول بس، وان انا عايز اشوف صعاد. كنت بطلب منه انه يوريلي صورتها من غير ما يعرف السبب. كان مصر ان هو يعرف سبب خوفي ده اللي باين على عيني وتعبي اللي باين على كل جسمي. بس انا للامانة ما كانش عندي اي رد. بس انا حكيت لهم كذا مرة اللي بيحصل لي واللي بيحصل حاجات كتيرة قوي في البيت. انا مش عارفة ايه البلاوي اللي بتحصل دي، ومش عارفة ايه سببها. مش عارفة اذا كان فعلا هلاوس ولا لا، بس انا متأكدة ان في حاجة غلط وهعرفها بعدين. طلبت منه صورة صعاد للمرة التالتة لحد ما كان جايب لي صورة ما شفتهاش ابدا قبل كده. كانت المرة الأولى اللي شوفها فيها كاملة. جابها لي. كانت واقفة. كانت واقفة وماسكة ايديها قدام والضفاير مربوطة زي ما يكون شال على راسها. بتبتسم ابتسامة شحبة. ما كنتش عارفة سببها، بس في الوقت ده اتكلمت بضحك وقلت لجدي انت واخد الصورة دي غصب. ما ردش عليا بس رجع وقال الصورة دي كانت قبل ما سعاد تموت بشهر بالظبط. اتكلمت وقلت هي كانت متجوزة يا جدي ولا هي ماتت عزباء؟ هنا نعرف عن حياتها اي حاجة، لانها ما كانتش بتحكي عن بيتها ولا حياتها ولا جوزها. بس هي كانت متجوزة وكانت كتومة جدا وساكتة طول الوقت، ما بتتكلمش الا كل فين وفين. يعني فيها شبه كبير قوي من الشغالة اللي انت جايباها. اتكلمت بخوف وذكر. انت كده بتخوفني قوي يا جدي. على فكرة انا فعلا خفت، لان في حاجات كتير قوي جنة بتعملها. كل الحكاوي اللي اتحكت لي عن صعاد كانت مشابهة. كل ده كان مشابه ليها. سكوتها وهدوءها وشغلها وجهدها، كل حاجة كانت بتعملها كانت في نفس الوقت جنة بتعملها. قلت إن ممكن تكون جنة بنتها. فاتكلمت في نفس الوقت وقلت لجدي أنت متأكد يا جدي إن هي كانت متجوزة؟ رد عليا وقال لي هي قبل ما تموت بشهر واحد خلفت. كنت عايزة تعرفي اللي أنا أعرفه برضو إنها كانت وحيدة أبوها وأمها، وبعد ما بقى عنده 14 سنة اتجوزت من واحد عنده 32 سنة. تقريبا خلفت في سن 19 زي ما قلتلك قبل ما تموت بشهر واحد خلفت ولد. لأنها طول ما هي كانت بتشتغل هنا كانت حامل في ولد، وبالرغم من عجزها عن الولادة جدي قال إنها كانت بتيجي وما قصرتش. أخدت الصورة دي ورجعت البيت. رجعت البيت وانا دماغي فيها حاجة قبل شهر واحد. بس وانا مروحة البيت حصلت حاجة غريبة قوي.
شفت واحدة معدية من جنبي، نسخة منها، نسخة منها حرفية، واحدة بنفس لبسها اللي كان من حوالي 20 سنة، نفس الضفاير ونفس اللي كانت ربطها على شعرها، نفس كل حاجة. وقفت بصدمة وانا حاطة ايدي على بقي بخوف، وايد ماسكة بيها رقبتي، مش قادرة، ما كنتش قادرة اتنفس. حاولت انادي عليها بس صوتي طلع بصوت مكتوم، سهاد. لقيت حد بص عليا مرة واحدة، ما كانش فيه اي دم على وشها. رحت عليها جري وانا بقول لها انتي لسه عايشة؟ انتي بتعملي ايه؟ ما لقيتش رد منها، لقيتها اتجاهلتني ومشيت وكأني ما كنتش بتكلم من شوية. استغربت من اللي حصل ده، ما كنتش عارفة اعمل ايه، بس جريت وراها وانا بحاول اوقفها واسألها هي ازاي عايشة لحد دلوقتي، بس ما كنتش بلاقي منها اي رد نهائي. بحاول انادي في الناس اللي ماشيين وبقول لهم يوقفوها، بنادي عليها بكل صوت علشان تقف، بس ما كانتش بتعمل اي حاجة. رحت امسكها بس هي كانت اقوى مني، قدرت تمشي برضو. في الوقت ده لقيت مصطفى جاي جري وبيسألني انا بعمل ايه وليه بعيط وليه كنت بنادي على الناس، كنت بنادي على مين اصلا. قلت له برعشة على سعاد اللي كانت ماشية، بس بسوء الحظ ما كانتش سعاد، كانت حد تاني وكأنها اختفت. بدأت أبص حواليا والتفت من الشمال لليمين وأنا بدور عليها وبقول إنها كانت هنا دلوقتي، بأكد له إن هي كانت هنا. وقتها مسكني وهزني من كتافي بخوف، هل أنت كويسة؟ أنت بتقولي إيه؟ أنت جاية منين دلوقتي أصلا؟ وإيه اللي حصلك؟ قلت له إن أنا كنت عند جدي، وقتها أخدني ورحنا له كأنه كان متأكد إن جدي عمل حاجة، كان مفكر إن جدي عمل أي حاجة أو حكالي عن أي حاجة عن سعاد تاني، وده اللي خلاني أوصل للحالة دي. بس أنا أكدت له إن ما كانش فيه أي حاجة، وأنا كنت هناك بس عشان كنت عايز أشوف صورة لسعاد. طلعت له الصورة اللي كانت معايا، اديتها له بعد إصرار منا أوريها له، لأنه كان متأكد إن أنا رجعت بحاجة، كان متأكد من كل ده. في الوقت ده وريت له الصورة، أخدها من دين إيدي وبصلها أكتر من 3 دقايق، مش عارفة سرحان فيها ليه. وبعدين قلت له هو في إيه؟ لقيته بصلي وقال أنا ليه حاسس إن هي نفس جنة؟ ليه حاسس إن هي وجنة شخص واحد؟ هزيت له كتافي بخوف وأنا بقول له مش عارفة، أنا حاسة كده برضه، وحاسة إن هو ده السبب اللي خلاني أروح لجدي وأطلب صورة لسعاد. أنا بشوف سعاد في كل حتة، بشوفها، اللاما أصلا ما شفتهاش، واللي كانت بتتحكيني من الكل. وقتها أخدني يمسكني من إيدي أروح لجدي، وفضل يتكلم معاه، وحصلت مشادة حادة بينهم، حصل حوار كبير قوي بينه هو وجدي. صدقوني اللي حصل ده كله ما سمعتش منه ولا أي حاجة، كنت قاعدة كأني في دنيا تانية خالص، بهز راسي وأنا بتصدر مني زنة غريبة قوي، غريبة قوي، وأنا بهز راسي ورجلي وإيدي وكل جزء في جسمي بخوف، مش عارفة بيتهز ليه وبدون قصدي. كنت بزن زندات فظيعة، ما كنتش عارفة إيه اللي بيحصل ده، أنا كنت عارفة اللي أنا فيه، بس في الوقت ده سمعت كلام من جدي، ما كنتش عارفة اللي كانوا بيقولوه، كنت حاسة إن أنا مش سامعة أي حاجة، حاسة إن شفايفهم بتتحرك وأنا مش قادرة أسمعها بأي طريقة. لحد ما عدى أسبوع، بعد أسبوع بالظبط قمت وأنا في السرير في أوضة في المستشفى، كانت أمي وأبويا موجودين، فضلت أسألها في إيه وإيه اللي حصل، بس كانت بتبص لأبويا من وقت للتاني، وبعدين بتقولي لما تقومي وتبقي كويسة هتعرفي كل حاجة. قلت لها في إيه وإيه اللي جابني هنا وفين مصطفى، بس لقيت ردها نازل عليا زي الصعقة، وهي بتقولي مصطفى يبقى ابن سعاد،
زمان اتجوزك مخصوص عشان ينتقم مننا كلنا بسبب العملة اللي جدك عملها زمان. أيوة جدك، جدك هو اللي قتلها، هو اللي اعتدى عليها وقتلها، وستك ماتت بعد 3 شهور بعد ما جدك بنفسه اعترف لها على اللي هو عمله. كان بيحس بالذنب طول الوقت، بس احساسه بالذنب ده ما كانش كفيل يتغفر لعملته. مصطفى سمعنا تسجيل صوت لجدك وهو بيعترف بكل ده. مصطفى قال ان ابوه عرفه قبل كده ان في كل مرة مامته كانت بتشتغل في البيت ده كانت بتخاف من نظرات جدك. قالت كده كذا مرة، قالت كده لجوزها اللي هو ابو مصطفى. جوزها نبهها وقال لها ما تروحش، بس الفلوس اللي كانت بتاخدها كل شهر كانت هي اللي بتسد بيها، كانت معيشاها هي وجوزها، وهي اللي كانت هتعيش ابنها. بس بعد ما جدك عرف ان هي متجوزة جن جنانه. كل ده قاله جدك في التسجيل اللي مصطفى مسجله ليه. لما جدك حاول يسألها ليه ما قالتلوش حاجة زي دي، ما كانتش عارفة ترد تقول ايه، ما كانتش عارفة ايه المناسبة، ولا ما جاتش ولا مرة مناسبة انها تقول ان هي متجوزة حتى. وستك ما كانتش تعرف كمان، وانا من رأيي ان دي حرية شخصية. هو اللي اخذ الموضوع بغضب، محدش كان بيعرف هو بيعمل كده ليه، بس ممكن يكون هو اللي كان بيحبها. ستك ماتت بسكتة قلبية بسبب اللي حصل، وبسبب الحد الوحيد اللي اتدخله بيته تكون هي نفسها اللي يقع فيها جوزها، نفس اللي يحبها جوزها. الموضوع مخيف بالنسبة للجميع. أبوكي كان عارف حاجة زي دي بس ما كانش يقدر يقول، علشان كده كان بينبهك من عدم دخول أي شغالات البيت. بس هو ما كانش يعرف إن مصطفى هيبقى ابنها نهائي. هو كان بيقولك كده علشان مصطفى ما يعملش نفس اللي أبوه عمله، بإنه يحب الشغالة وفي الآخر يقتلها زي ما جدك عمل. لما مصطفى كبر عرف البيت وعرف إن جدك هو اللي عمل كده، وأبوه قاله إن جدك هو اللي عمل كده، وأبوه كان متأكد من كده، وفي نفس الوقت ما كانش يقدر يعمل أي حاجة لأنه ما كانش فيه أدلة كافية تثبت حاجة زي دي. ولو كان دخل في أي حوار مشابه لده كان اتقال إنه هو عايز فلوس مش أكتر، لكن الوضع صعب جدا، ما كانش يعرف يعمل أي حاجة. ده بجانب إنه هو كان عاجز بسبب حادثة حصلت اتبطر له جزء كبير من رجله، وده اللي خلى مراته هي اللي تنزل تشتغل. ما كانش هيقدر يروح يتكلم عن حاجة زي دي ويسيب ابنه اللي لسه مولود في البيت، ولا كان يقدر يعمل أي حاجة. كان خايف يدخل في الموضوع ده ويخرج هو خسران، لأن ده قتل. ما كانش يعرف إن اللي عمل كده فعلا هو جدك، مع إنه كان متأكد، في نفس الوقت خايف يصدق. هي دي الحالة اللي عاشها. وفي نفس الوقت كان كل ما يكبر مصطفى ويسأل عن أمه كان بيجي الرد بالحكاية دي كلها، إن هي كانت بتشتغل عند واحد والواحد ده قتلها، لحد ما كان بيكبر ويكبر ويصمم إن هو يعرف مين القاتل ومين اللي عمل كده. لحد ما وصل لجدك كان عايز ينتقم منه بالطريقة نفسها، بالذات بعد ما كان متأكد إنه بيحبك جدا، فعايز يتخلص منك. ما يقدرش يستغنى عنك نهائي لأنك شبه مراته، فقرر إن هو يتجوزك ويبدأ ينتقم منك انتقام بسيط زي ما كان بيعمل وعايز يعمل. بدأ إنه يحطلك حبوب هلوسة في أكلك وشربك، وده بعد ما جاب الشغالة علشان تظهر نفسها بهيئة سعاد. قال كمان إن هو ورالها صورة سعاد وقال لها إن هي لو حاولت تعمل شكلها هيدفع لها ضعف المبلغ اللي هتاخده. وفعلا كانت بتدخلك بهيئة سعاد وبتعمل هيئة سعاد بالظبط حتى بعد الأكل، بالرغم من كونك عشان تروحي تشتكي لأهلك ويعرفوا إن أنت مجنونة أو يتأكدوا إن أنت خلاص اتجننتي. كان بينتقم منك. إحنا نفسنا مش عارفين إزاي بعد الكام سنة دول بيفكر إنه ينتقم منك. في الوقت ده نفسه بعد ما طلبت شغالة ما كانش عارف ينتقم منك إزاي، ولا كان عارف إزاي يبدأ في كده، وفي نفس الوقت ما كانش متأكد
لحد ما شاف صورة أمه عند جدك وتأكد إن جدك هو اللي عمل حاجة زي دي. بعد ما كان عنده شك بدأ يلعب على الموضوع ده من بعد ما جاب الشخالة علشان يوضح لك إن هي نفسها سعاد، إن جدك يبدأ يحس بالذنب من اللي عمله ويعترف. وفعلا ده اللي حصل. لما أخدك المرة الأخيرة وراح، كان مزود لك حبوب الهلوسة قبل ما تخرج من البيت، وده اللي كان هيبدأ مفعوله بعد وقت. لما أخدك وراح ما كنتش واعية للي بيحصل نهائي، بس وقتها كان عايز يعترف باللي عمله. وقتها فعلا ما كناش مصدقين اللي احنا بنسمعه ولا اللي مصطفى كان بيسمعهن. كان هو عايز يسمع ده، كان هو عايز يسمع اعترافه، لأنه حاول يخليه يعترف كذا مرة لكنه معرفش. ولما أخدك وراح وقال له على اللي هو عمله فيك، وإن هو بيديك حبوب هلوسة علشان تشوف سعاد، وقتها جدك ما استحملش اللي حصل وقرر يعترف بكل اللي هو عمله من الألف للياء، واعترف إنه هو القاتل وإنه هو اللي عمل كده، وإنه رشك كل عشان الجريمة دي ما تحلش فيه وتبقى سمعته تتدمر ما بين أهله وناسه. بس في الوقت ده انت كنت في دنيا تانية خالص، أغمى عليك تقريبا وفقدت الوعي لساعات لحد ما جبناك المستشفى. المهم ان بعد ما سمعنا تسجيل مصطفى قال انا ما بقاليش مكان هنا، بالذات بعد موت ابويا. سمعنا التسجيل واحنا في بيت جدك بعد ما ندح علينا كلنا ان احنا نكون موجودين، وبعد ما سمعنا التسجيل شد سكينة وقتل جدك. حاولنا نشيله بس ما عرفناش، وبعد ما قتل وقام قتل نفسه اتصدمنا لساعات وحاولنا نلحقك، خوفنا عليكي. خدناكي وقتها المستشفى ولسه فايقانتي دلوقتي. وهو ده اللي حصل. عدت سنين كتيرة على الموضوع ده، بس لحد دلوقتي لسه بيتكرر في بالي، لسه بفتكره كل دقيقة. أنا بفضل أفتكر اللي حصل للنهاية. ياه